ارجع بقى الحاجه سميره، والنهارده تكريم، والريس بس ايدك يا حاجه سميره. دي شرف كبير جدا، يعني شرف انا ما اعرفش اوصفه بوصف يعني، ولا اقدره بحاجه يعني. الريس فخامته يعني ازاي انا اوصل لده، فانا فخوره بيه جدا، فخوره بيه جدا وفرحانه ان انا وصلت لسياده الريس. وكمان حتة بس ايدي دي يا سلام، دي شرف كبير عظيم جدا، ما يعني يعني حاجة حلوة خالص، بهرتني كده يعني. انبسطتي بقى؟ انبسطت وبس، دي الريس. طب قولوا لي، جايين معاكم بقى ولادكم والنهارده معانا احنا هنا في البرنامج، ولا جيتوا لوحدكم؟ لا لا، نفسهم بنتك؟ نفسهم يطلعوا. وبنتك؟ بنتي وحفيدتي الصغيره. موجودين؟ موجودين. جهزوا لي الاولاد، لو كمان انا عايز الاولاد يخشوا. كمان جوز بنتي يا ريت موجود؟ جوز بنتك؟ تحبيه؟ حبه قوي. جوز بنتي الكبيره، مش جوز بنتي دي. موجود؟ موجودة، ومن دم جبنا وتعبنا ومسافر معانا، وقاعد عندي ناس يعني استنانا من الفندق وكده هوات. لا عارفة سقع ولا عمل ولا ايه، فنكرموه بطلوعه معانا. انا عايز الاسر يخشوا معايا على الهواء بعد اذنكم لو سمحتوا. زملائي في الاعداد والاخراج بلغوهم ان هم يخشوا كده، ولا احم ولا دستور، البيت بيتهم. بارك الله فيك. على ما ندخل بقى ولادنا وبناتنا اللي هم في الحاله دي، اخواتي انا يعني، على ما يخشوا بقى اخواتي دول، عايز برضو كده ادردش حبه مع الحاجه صفاء والحاجه سميره على ما نجهز اخواتنا الافاضل.